أهلا ومرحبا مشاهدي ومتابعي قناة فضائية العراق التربوية، وأهلا وسهلا أعزائي تلاميذ المستوى الثالث للتعليم المسرع، ورحب بكم بدرس من دروس مادة العلوم. تابعوا معنا. عزيزي التلميذ، ضروري أن يكون الكتاب مفتوح أمامك كي تتبع معنا تفاصيل الدرس. حبايبي، ما زلنا مستمرين معكم في الفصل، في الوحدة الرابعة، وقلت لكم قبل قليل أعطيتكم الأسئلة المهمة لموضوع الكهربائية الساكنة والمتحركة، وأتمنى أن تكون قد أنجزتم حلها. وحل هذه الأسئلة هي: ما فائدة مانع الصواعق؟ فائدته لحماية البناية من خطر الصواعق. إذن ما فائدة مانع الصواعق؟ هي لحماية البناية من خطر الصواعق. سؤال آخر: لماذا تنجذب قصاصات الورق عند تقريب مسطرة بلاستيكية مدلوكة بالصوف منها، وذلك نتيجة تولد شحنات كهربائية على المسطرة؟ وسؤال آخر: ماذا يحدث عند تقريب جسمين مختلفين في الشحنة؟ قلنا يتجاذبان. ماذا أحتاج لتركيب دائرة كهربائية بسيطة؟ مثل ما قلت لكم قبل قليل: مصباح كهربائي، بطارية، مقبس كهربائي، أو مفتاح أسلاك توصيل. ما المقصود بالمادة الموصلة، وهي المادة التي تسمح بسريان التيار الكهربائي؟ أما المادة العازلة، وهي المادة التي لا تسمح بسريان التيار الكهربائي. طبعا هي الموصل مادة تسمح بسريان الكهرباء من خلالها بسهولة، مثل النحاس والألمنيوم، وهي مواد تحتوي على الكترونات حرة الحركة ضعيفة الارتباط بالنواة، ولذلك السبب تكون مادة توصل التيار الكهربائي، لأن الكتروناتها حرة الحركة ضعيفة الارتباط بالنواة. ما المقصود بالمواد العازلة؟ مادة لا تسمح بسريان التيار الكهربائي من خلالها، إذ لا تحتوي ذرتها على الكترونات حرة الحركة، فالكتروناتها ترتبط بأنويتها ارتباطا قويا، فتكون عازلة كهربائيا. نستمر معكم في الوحدة الرابعة، وهي بعنوان القوة والطاقة. الفصل السابع أخذناه في الدروس السابقة، وهو الكتلة والوزن والآلات البسيطة. الفصل الثامن: الطاقة الكهربائية والطاقة المغناطيسية، وهذا فصلنا لهذا اليوم. الفكرة العامة لهذا الفصل: نستثمر الطاقة بأنواعها المختلفة في حياتنا اليومية. والآن نحن في الفصل الثامن، وهو بعنوان الطاقة الكهربائية والمغناطيسية. الآن سوف نتناول الدرس الثاني، وهو بعنوان المغناطيسية. الفكرة العامة لهذا الفصل: ما استعمالات الطاقة الكهربائية؟ نأتي الآن إلى بعض الأمور المهمة في هذا الفصل. التجاذب هو اقتراب الأشياء من بعضها. اقتراب الأشياء من بعضها تجاذب. التنافر عكس التجاذب، ابتعاد الأشياء من بعضها. أما التنافر هو ابتعاد الأشياء عن بعضها. المغناطيس هو أداة مصنوعة من الحديد لها القدرة على جذب المواد المغناطيسية. أداة مصنوعة من الحديد لها القدرة، هذا مغناطيس عزيزي التلميذ، هذا مغناطيس. أداة مصنوعة من الحديد لها القدرة على جذب المواد المغناطيسية، هذا هو المغناطيس. أداة مصنوعة من الحديد لها قدرة على جذب المواد المغناطيسية. طبعا قلنا التجاذب هو اقتراب الأجسام من بعضها، هذا هو التجاذب. عزيزي التلميذ انتبه، هذا هو التجاذب. هذا هو التنافر، هذا هو التنافر. انتبه عزيزي التلميذ إلى هذين المغناطيسيين، هذا هو التنافر. انتبه عزيزي، انتبه 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 انتبه، هذا هو التنافر، ابتعاد الأشياء عن بعضها. لماذا ابتعدت؟ لأن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب.
الآن هذا قطب شمالي وهذا قطب جنوبي، يقابل قطب شمالي وقطب جنوبي، ماذا سيحدث؟ ستتنافر الأقطاب المتشابهة شمالي بشمالي، يتجاذب أم يتنافر؟ لاحظ عزيزي التلميذ، هذه التجربة البسيطة، الفيزياء ممتعة أعزائي التلاميذ. أما هذا هو التنافر، أما التجاذب سأضع القطب الجنوبي بموازاة بجوار الشمالي، ماذا سأرى؟ ستتجاذب أم تتنافر؟ الأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب أم تتنافر؟ تجاذبت، انظر انظر عزيزي التلميذ، تجاذبت. إذن عرفتم ما هو التجاذب؟ هو اقتراب الأجسام من بعضها. أما التنافر هو ابتعاد. انظر انظر، أنا لا أدفع هذا المغناطيس، قوة التنافر هي التي تحركه، هو ابتعاد الأشياء عن بعضها. والمغناطيس هو أداة مصنوعة من الحديد، له القدرة على جذب المواد المغناطيسية. والفكرة العامة لهذا الفصل ما استعمالات الطاقة الكهربائية. والآن وصلنا إلى جدول التعلم وهو بعنوان الكهربائية والمغناطيس. طبعا ماذا أعرف؟ أعرف أن التجاذب يعني اقتراب الأشياء من بعضها، والتنافر يعني ابتعاد الأشياء عن بعضها. هذه المعلومة نحن نعرفها. الكهرباء شكل من أشكال الطاقة، وقلنا هذه المعلومة في درس سابق. الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب، وهذا ما عملته لكم قبل قليل. والآن نحن في الدرس الثاني وهو بعنوان المغناطيسية. في نهاية هذا الدرس سأكون قادرة على أن أذكر خواص المغناطيس وأقارن بين طرائق الحصول على المغناطيس، وأوضح أن لكل مغناطيس مجالا مغناطيسيا يحيط به. للمغناطيس قطبان، قطب شمالي وقطب جنوبي. انظر عزيزي التلميذ، هذا هو المغناطيس، يحتوي على قطب شمالي وقطب جنوبي. إذن للمغناطيس قطبان، انظر رمزوا للقطب الشمالي بالحرف N North، وساوث القطب الجنوبي حرف S. طبعا هنا مسوي لك على القطب الشمالي لونه أحمر والقطب الجنوبي لونه أزرق على كي تميز ما بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. نسمي قطبي المغناطيس بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي. يجذب المغناطيس المواد المصنوعة من الحديد، المغناطيس يجذب الحديد، لا يجذب مواد أخرى، لا يجذب البلاستيك. انظر عزيزي التلميذ، هذا هو، هذا خشب، كتابي، ورق، لا يجذب، لكن يجذب حديد، يجذب المواد المصنوعة من الحديد. والآن نسمي المواد التي يجذبها المغناطيس بالمواد المغناطيسية، نسميها بالمواد المغناطيسية. والآن لو أخذنا مجموعة من مغانط، كيف نعرف أنها طبيعية أو صناعية؟ هذه هي مجموعة من المغانط، كيف أعرف هذه المغانط هي طبيعية أو صناعية؟ انظروا أعزائي التلاميذ إلى هذه المغانط، كيف أعرف أنها طبيعية أو صناعية؟ طبعا هي صناعية. كيف عرفت؟ ما مغناطيس حجر، هذا حجر له مصنوع، هذا مصنوع، إذن هذا صناعي. الطبيعي أي شيء موجود في الطبيعة، حجر المغناطيس، المغناطيس الطبيعي هذا فولاذ أو حديد ممغنط، هذا صناعي. الغير منتظم الشكل هو الطبيعي لأنه هو حجر. نعرف أنها صناعية، إذن هذه المغانط صناعية لأن أشكالها لأن لها أشكال منتظمة، لأن المغناطيس الطبيعي حجر، المغناطيس الطبيعي حجر،
إذا الحجر شكله منتظم أم غير منتظم؟ شكله غير منتظم، هذه أشكاله منتظمة، انظر إلى قياساته، أشكاله منتظمة. إذا هذا مغناطيس صناعي. تختلف أشكال المغامض بحسب نوع استخدامها. وصلنا الآن إلى فقرة ألاحظ وأتساءل، والعفو، إلى سؤال ألاحظ وأتساءل. يجذب المغناطيس المواد المصنوعة من الحديد، كيف يمكن الحصول على مغناطيس؟ كيف يمكن الحصول على المغناطيس؟ نحصل عليه من الفولاذ أو الحديد المطاوع، مثل ما قلت لكم قبل قليل، نحصل عليه من الفولاذ أو الحديد المطاوع. والآن وصلنا إلى فقرة الاستكشاف، وهي ثاني مراحل الخطة الخماسية. أكملنا التهيئة والآن الاستكشاف، وعنوان استكشافنا لهذا اليوم: كيف أصنع مغناطيسا؟ كيف أريد أن أصنع مغناطيسا؟ كيف أصنع مغناطيسا؟ ووصلنا إلى جدول التعلم، وهو بعنوان الكهربائية والمغناطيس. وماذا أريد أن أعرف؟ أريد أن أعرف كيف يحدث التفريغ الكهربائي، وماذا نعني بالتيار الكهربائي، وكيف نصنع مغناطيسا. هذا الشيء الذي أريد أن أعرف، هذه الفقرة التي أريد أن أعرفها، كيف نصنع مغناطيسا. الهدف من هذا النشاط، يهدف هذا النشاط إلى معرفة كيفية صنع المغناطيس، إلى معرفة كيفية صنع المغناطيس. المواد والأدوات اللي أحتاجها: مغناطيس قوي بشكل مستقيم، مسمار حديدي، دبابيس ورق. هذا مغناطيس قوي بشكل مستقيم، مسمار حديدي، دبابيس ورق. هاي دبابيس الورق. خطوات العمل أو الاستقصاء البنائي: نقرب دبابيس الورق من المغناطيس الحديدي، ماذا يحدث؟ قربنا المغناطيس، العفو، دبابيس الورق من المغناطيس الحديدي، ماذا يحدث؟ لم يحدث شيء. ماذا نلاحظ؟ لم يحدث شيء. ماذا تلاحظون إذا حدث العفو المغناطيس قربنا المسمار بالقرب من مشابك الورق، ماذا يحدث؟ لم يحدث شيء. لم يحدث شيء. نتوقع ماذا نلاحظ لو حدث نتيجة ماذا يحدث للمسمار نتيجة دلكه؟ يتحول إلى مغناطيس. سأحول هذا المسمار إلى مغناطيس نتيجة دلكه باتجاه واحد، ندلكه باتجاه واحد. انظر عزيزي التلميذ، انظر عزيزي التلميذ، سوف أدلكه باتجاه واحد، ماذا يحدث؟ انظر عزيزي التلميذ كيف تمغنط هذه قطعة الحديد، تمغنطت وأصبحت تشبه المغناطيس، أو أصبحت مغناطيس لتلتقط هذه مشابك الورق، في حين أنها ليست مغناطيس. انظر هذا الطرف الآخر، هل يحدث شيء؟ ماذا يحدث؟ لا يحدث شيء. لكن عندما أقوم بدلك هذا المسمار بالمغناطيس باتجاه واحد، ننظر ماذا سيحدث. ننظر ماذا سيحدث، سيتحول هذا المسمار إلى، نحتاج ندلكه نحتاج ندلكه باتجاه واحد. قبل قليل انظر عزيزي التلميذ، تحول إلى هذا المسمار إلى مغناطيس، وذلك بدلكه بهذا المغناطيس باتجاه واحد. هكذا عملنا
هذا المغناطيس وهذا هو استكشافنا. أتوقع ماذا سيجذب المسمار الحديد المتحول إلى مغناطيس؟ دبابيس الورق طبعا جذبه لأنه تحول إلى مغناطيس وذلك بدلكه بالمغناطيس. لم يكن مغناطيس كان مسمار لكنه تحول إلى مغناطيس وذلك بدلكه بالمغناطيس. ماذا نتوقع؟ هل سيجذب المسمار الحديد المتحول إلى مغناطيس دبابيس الورق؟ نعم جذب المغناطيس دبابيس الورق. كيف؟ لأنه تحول إلى مغناطيس يجذب الأشياء المصنوعة من الحديد. تحول إلى مغناطيس وجذب هذه الأشياء المصنوعة من الحديد. استنتج لماذا استعملت مسمارا مصنوعا من الحديد؟ لماذا؟ لأن الحديد من المواد المغناطيسية. الحديد من المواد المغناطيسية. حولناه إلى مغناطيس وذلك بدلكه باتجاه واحد بهذا المغناطيس المستقيم فتحول إلى مغناطيس. انظر عزيزي التلميذ كيف تحول هذا المسمار إلى مغناطيس وذلك بدلكه بهذا المغناطيس في اتجاه واحد. إذن سؤال كيف يمكننا أن نصنع مغناطيس وذلك بدلك مادة مغناطيسية بمغناطيس قوي؟ مادة مغناطيسية الحديد مادة مغناطيسية، هذا مغناطيس قوي ندلكه في اتجاه واحد ليس في اتجاهين، لا اتجاه واحد، هذا اتجاه واحد. يتحول المادة المغناطيسية التي هي حديد إلى مغناطيس. والآن نكمل استكشف أكثر أو الاستقصاء المفتوح والسؤال لماذا استعملت الحديد والفولاذ لأنه من المواد المغناطيسية، لماذا لم أستعمل أي مادة أخرى؟ لأننا نريد أن نعمل مغناطيس يجب أن نستعمل مادة مغناطيسية كي نصنع مغناطيس. ونصل إلى الاستقصاء المفتوح، نصنع المغناطيس باستخدام أبرتين واختيار الأقطاب المغناطيسية المتكونة في الأبرتين. والآن وصلنا إلى صفحة 164. أعزائي التلاميذ افتحوا لي الكتاب على صفحة 164. والسؤال ما خواص المغناطيس؟ عنوان جديد من عناوين الدرس وهو ما خواص المغناطيس. نحن نريد أن نعرف ما خواص المغناطيس. نقرأ عليكم الدرس. يوجد المغناطيس في الطبيعة بشكل حجر يسمى المغناطيس الطبيعي، واستطاع الإنسان أن يصنع أشكالا مختلفة من المغناطيس تختلف في الشكل والحجم. انظر عزيزي التلميذ، انظر ماما، هاي أشكال مختلفة من المغناطيس. هذا شكل مستقيم، هذا حدوة فرس، هذا حدوة فرس، هذا دائري، هذا دائري، هذه كلها أشكال مختلفة من المغانط. واستطاع الإنسان أن يصنع أشكالا مختلفة من المغانط تختلف في الشكل والحجم مثل المستقيم أو حدوة الفرس أو الحلقة أو القرص. هذا المستقيم، هذا حدوة الفرس، هذه هي الحلقة أو القرص. يجذب المغناطيس المواد مثل الحديد والكوبلت والنيكل وتسمى هذه المواد المغناطيسية. هذه المواد التي يجذبها المغناطيس تسمى بالمواد المغناطيسية، وهي المواد التي يجذبها المغناطيس. إذن ما هي المواد المغناطيسية؟ المواد المغناطيسية هي المواد التي يجذبها المغناطيس. هاي ماما باعوني هنا أنا ماما، انظروا هذه هي مادة المغناطيسية. المواد المغناطيسية هي المواد، هاي المواد المغناطيسية هي المواد التي يجذبها المغناطيس. إذن ما المقصود بالمواد المغناطيسية؟ وهي المواد التي يجذبها المغناطيس.
ولا يجذب المغناطيس بعض المواد مثل الخشب والبلاستيك والزجاج والمطاط، وتسمى هذه المواد المواد الغير المغناطيسية. هل يجذب هذا المغناطيس هذه المنضدة؟ لا يجذب هذه المنضدة. لماذا؟ لأن المنضدة مادة غير مغناطيسية، لكن يجذب البوصلة داخل هذه قطعة البلاستيك. لماذا؟ لأن البوصلة مادة مغناطيسية. انظر عزيزي التلميذ، انظر عزيزي التلميذ كيف يجذب المغناطيس البوصلة، لأن أبرة البوصلة مادة مغناطيسية. لو كانت البوصلة مصنوعة من البلاستيك لا يجذبها مغناطيس. والمواد الغير مغناطيسية هي المواد التي لا يجذبها المغناطيس، كما يمكن للمغناطيس أن يجذب المواد المغناطيسية من خلال مواد غير المغناطيسية مثل الماء والزجاج والورق المقوى. يعني أنا إيش أقول؟ المواد يجذب المغناطيس المواد المغناطيسية من خلال المواد غير المغناطيسية. مادة المغناطيس يجذب المواد المغناطيسية اللي هي البوصلة من خلال هاي قطعة البلاستيك، من خلال المواد الغير مغناطيسية. والآن بعد قراءة النص راح نستخلص الفكرة الرئيسة، وهي لكل مغناطيس قطبان شمالي وجنوبي، وتتركز فيهما قوة المغناطيس، وله مجال مغناطيسي يحيط به تظهر فيه قوة المغناطيس، ويمكن صنع مغناطيس من المواد المغناطيسية بطريقتي الدلك والحث. والآن نصل إلى الأسئلة التالية. ما المواد التي يجذبها المغناطيس؟ يجذب المغناطيس الحديد والكوبلت والنيكل والفولاذ. ما وسؤال آخر، ما المواد التي لا يجذبها المغناطيس؟ الخشب والبلاستيك والزجاج والمطاط والنحاس. وسؤال آخر، إلى أين يتجه المغناطيس عند تعليقه في منتصفه حر الحركة؟ ماما نختصر لك إياها، المواد التي يجذبها المغناطيس هي الحديد، النيكل، هاي كلها مواد مغناطيسية. الخشب والبلاستيك، المطاط هي مواد غير مغناطيسية، لا يجذبها المغناطيس. إذن المواد المغناطيسية هي المواد التي يجذبها المغناطيس، والمواد الغير مغناطيسية هي المواد التي لا يجذبها المغناطيس. إلى أين يتجه المغناطيس عند تعليقه في منتصفه حر الحركة؟ يعني ماما هنا لو أعلقه حر الحركة إلى أين يتجه هذا المغناطيس؟ القطب الشمالي يتجه نحو الشمال الجغرافي، والقطب الجنوبي سوف يتجه نحو الجنوب الجغرافي. ستقول لي عزيزي التلميذ، يعني هذه هي الكرة الأرضية، هذه هي الكرة الأرضية. لو علقت مغناطيس حر الحركة سوف يتجه القطب الشمالي إلى الشمال الجغرافي، والقطب الجنوبي إلى الجنوب الجغرافي. ستقول لي عزيزة التلميذ، كيف يتجه الشمالي نحو الشمال والجنوبي نحو الجنوب؟ هل الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر أم تتجاذب؟ لا عزيزي، المغناطيسية الأرضية القطب الشمالي للجنوب. افتهمت ماما؟ القطب الشمالي للجنوب، فهنا فيصير بالضبط بالعكس، القطب الشمالي سوف يكون إلى الشمال. فعندما نحرك مغناطيس حر الحركة سيتجه القطب الشمالي إلى الشمال الجغرافي، لأن الشمال الجغرافي المغناطيسية الأرضية القطب الجنوبي يكون في الشمال الجغرافي، ولهذا السبب يتجه هذا المغناطيس إلى الشمال. أتمنى أن تكون هذه المعلومة واضحة لديكم. إذن يتجه المغناطيس عند تعليقه حر الحركة باتجاه الشمالي الجغرافي، والقطب الجنوبي للمغناطيس عند الجنوب الجغرافي. لماذا؟ لأن المغناطيس الحقيقي الموجود في داخل الكرة الأرضية قطبه الشمالي في الجنوب، فإذا أين يتجه؟
يتجه الجنوبي نحو الجنوب، والشمالي نحو الشمال، القطب الشمالي، الكرة القطب الجنوبي المغناطيسي للكرة الأرضية موجود في الشمال، فلهذا يتجه القطب الشمالي للمغناطيس نحو الشمال الجغرافي، أما الجنوبي نحو الجنوب الجغرافي. والآن ماذا نسمي قوة التجاذب وقوة التنافر؟ نحن نسمي قوة المغناطيس بقوة التجاذب وقوة التنافر. هذه هي القوة التي وضحتها لكم، هي قوة المغناطيس. هذه القوة، انظر عزيزي التلميذ، أوضح لك للمرة الثانية قوة التنافر. هذا هو مغناطيس. انظر عزيزي التلميذ قوة التنافر. انظر عزيزي التلميذ، انظر، انظر ماما. انتبه ماما، انتبه وياي، انتبه، انتبه، مدى دفعاني، مدى دفعته. هذا، هذه هي قوة التنافر. لماذا يتنافر؟ لأن الأقطاب المغناطيسية أحمر على أحمر، شمالي شمالي نورث شمالي، لأن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، وأيضا هاي الأقطاب المتشابهة فتتنافر. أما المختلفة، انظر عزيزي التلميذ، تتجاذب. وأتمنى أن يكون الدرس قد وفيت بالمعلومة ووصلت لكم المعلومة. وفي ختام درسنا لهذا اليوم، شكرا لكم أعزائي التلاميذ حسن الاستماع والمشاهدة، آملين منكم الاستفادة، نستودعكم الله بألف خير، شكرا.